كريم من العراق محافظة الكركوك، وكان شعوري عندي ألم بالقلب وألم يعني حيل ألم شديد، والشيخ سوني على أساس أسوي قسطرة، ومرتين سويت القسطرة بالعراق مستشفى الفاروق السليمانية، وبعد سويت الفحوصات النوب قالوا لازم تسوي العملية، اختاريت أجي للهند، واختاريت مستشفى مانيبال ويام دكتور مشرا. وأنا أحب أسوي عملية بالروبوت، يعني مو فتح الصدر، الروبوت يعني بالنسبة لفتح الصدر شوية صعبة يعني يفتحون الصدر، بس الروبوت يعني عملية سهلة وزينة الحمد لله، هسه صحتي كل زين وإن شاء الله والكوادر خدمهم كل زين، والمستشفى خدمهم كل زين، وأطباء وما قصروا يعني الحمد لله.